صباح الخير من جديد، ومع الأجواء العفوية، الأجواء البريئة الجميلة اللي عم نحكي فيها اليوم بيوم فعلاً مميز للأطفال، خصص للأطفال، مع أنه أكيد إحنا كل أيامنا وكل ساعاتنا وكل دقائقنا أكيد مخصصة للأطفال، خاصة يمكن الأهل. كل عام وكل طفل بكل العالم بألف خير، كل عام وأطفال الأردن بألف خير، كل عام يمكن وكثير من الأطفال اللي بحاجة يعيشوا لهاي الطفولة مش قادرين لعدة أسباب، منها الفقر، منها الجهل، منها التهجير، منها كثير من الأمور اللي ممكن فعلاً تأثر على طفولتهم، بالإضافة أكيد للحروب. فإن شاء الله كل طفل يقدر يعيش هاي المرحلة اللي بيقولوا عنها أهم مرحلة أكيد من مراحل عمر الإنسان. اليوم موجودة معانا ماما سيما أو سيما النجار أكيد، ولكن اللي دايماً بنحكي عنها ماما سيما، وسارة. بس أنا أنت سالمة. وأنت سالمة. وكل سنة وأنت سالمة أكيد. سيما وولادك كمان سالمين. سيما أنت عرفتي بماما سيما من خلال قناتك، وأنت مش بس مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنت أم. احكي لي أول شيء، ليش قررتي تكوني فعلا عندك قناة وعندك تأثير على السوشيال ميديا؟ شو بتحبي توصلي؟ قناتي على السوشيال ميديا على اليوتيوب، بلشتها على اليوتيوب، بلشت لأنه كتير ناس كانوا بيسألوني كيف بعمل هيك كيف بعمل هيك، كامرأة عاملة كيف بوفق أكثر بين بنتي وقت. كانت بنتي أول بنت، إنه كيف بتوفقي بين شغلك وبتروحي وشغلي الخاص وهيك، فقلت خليني أشارك تجربتي. فبلش الموضوع هيك، وشوي شوي صرت أعمل أشياء أكثر للأطفال، زي مثلا سلايم، كيف نعمل سلايم، كيف نعمل تجارب علمية، وبنبسطوا كثير. يعني كنت اشارك اي شيء بعمله مع اولادي بشاركهم معهم، وكمان على القناه في اشياء مثلا كيف نصائح عن الامومه، نصائح عن اذا اولادكم مرضوا ايش اشياء هيك ينعطاهم بطريقه طبيعيه. فصارت القناه محتواها متنوع، العاب، على تجارب، على فلوجات، ايش مثلا روتين الصباح، كيف بنيم اولادي، كيف بصحيهم وبنروح على المدرسه، يعني اشياء بسيطه بس بحس انه بتقرب على الام وبتسهل عليها حياتها. سارة بتعرفيها لماما سيما؟ اه. تابعيها؟ معلش. شو اكثر شيء بتحبيه لما بتشوفي الفيديوهات اللي بتعملها ماما سيما؟ شو هيك اكثر شيء بشدك؟ يعني يمكن هي بتعمل للصغير وبتعمل للي اكبر شوي، شو اكثر شيء بشدك لخليك تحضر الفيديو للاخر؟ انا يعني انه بحب احضرها عشان بتكون بتلعب مع اولادها كمان. صح. وبتعمل اشياء بتضحك كمان. بتروحي بتقولي لماما نادية، بتقولي لها بدي نعمل هيك زي ما ماما سيما عملت؟ اه. بتروحي بتحكي لها وايش بتحكي لك ماما عشان نعرف؟ بتحكي لك يلا نعمل ولا بتروحي لحالك تقريها؟ مرات بتحكي لي اه، مرات بتحكي لي لا. اه طب منيح. يعني سيما اوقات كثير الواحد الحلو يمكن بالفيديوز اللي انت بتعمليها انه فيها طبيعيه، منشوف اكثر شيء على السوشيال ميديا انه شوي ما بدنا نتهم الناس، بس يعني صاروا اقرب لانهم يكونوا فيك دائما، يعني شعراتهم مظبطين، مكياجهم ظابط. مكياج بس عشان لا بس هو صح صراحه سؤال كثير بنساله خصوصا على الانستغرام، لانه الانستغرام يعني اليوتيوب بنزل فيه كل اسبوع مره، الانستغرام بنزل بشكل يومي على اكاونتي، فكثير بيجيني هاي الاسئله انه طب ليه ما بتحطي مكياج؟ طب انا ما بحط مكياج كل يوم، انا بالبيت لما اقعد مع الاولاد اكيد مش حكون حاطه مكياج مثلا، طبيعي. يعني في وقت لكل شيء، وانا طبيعتي ان انا يعني في ناس بحبوا يحطوا مكياج كل يوم، هذه طبيعه حريهم، بس انا بحب اورجيهم الواقع، بحب اورجيهم اني انا شعري منكوش الصبح رح يكون، مش ارتب شعري واحط مكياج بعدين اتصور قدام الكاميرا، بحب اورجيهم كيف مرات لما ليث يعمل لي نوبه غضب اورجيهم اياها، انه عادي البني ادم الاطفال في عندهم نوبه غضب وبتصير، وبحب كمان او احكي لهم انه في عندي مشاكل خلينا نتساعد نحلها مع بعض. بحاول اجي الموضوع اكثر ل زي كوميونتي، انه احنا بنساعد بعض، احنا زي ما كيف بقول لك المثل انه الطفل ما بتربى لحاله، بدك قريه تربيه. صح. فالحلو بمنصات التواصل الاجتماعي انه هاي هي قريتك هلا بتقدر تربي فيها، بس زي ما حكيتي بدك تعرف مين عم تلحقه، مين هم الناس اللي مؤثرين عن جد. ما انا هذا السؤال يمكن سالتي ما تحت الهواء، انت كأم
وكمؤثرة؟ يعني بتعرف قديش تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، بتخافي أولادك؟ يعني هلأ إحنا بنحكي بيوم الطفل العالمي ومنوجه رسالة دائما يا جماعة على كل المؤثرين، خذوا بعين الاعتبار مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة لكل الأعمار، أنتوا مش عم بتأثروا على فرد أو فردين أو عمر معين، عم بتأثروا على أعمار كثيرة. تهتلي هم الأطفال سواء أطفالك أو أطفال العالم؟ أكيد. هلأ أنا بحس لما يعني بلش الموضوع يكبر خصوصا على اليوتيوب، بلش يكبر على اليوتيوب، صرت حاسة حالي أنا مسؤولة عن المحتوى، وكتير بفكر مرتين إيش أنزل. من ناحية إنه إيش رح يفكروا فيه، كيف رح يفكروا فيها، إيش الطريقة اللي رح توجههم، فأنا بكون مسؤولة عن المحتوى. بس زي ما حكيت في ناس بينزلوا ما مثلا شو بتعملي؟ ما هاد. فأنا بحاول أول إشي أولادي لسه صغار عمرهم 7 سنين، بحاول أشوف إيش المحتوى اللي بحاولوا يحضروا، ما بخليهم يحضروا كل إشي الصراحة. لا، بحاول أشوف إيش، وبحاول ألهيهم بأشياء تانية. يعني مش شرط بس يحضروا أشياء، بقدر ينتهوا أشياء صح. وإذا بدهم يحضروا أشياء يكون مفيد، مش كل شيء مفيد، يعني مش كل شيء دائما دراسي، بس ما يكون يضر سيء. صح. يعني سارة، انت لما بدك تحضري على السوشيال ميديا بتشوفي انت يعني اللي بناسبك وتحسي لا هذا مش مناسب، ولا مثلا دائما بتروحي بتسالي ماما بتقولي لها مثلا ماما انا صراحه مش عارفه هذا الشيء احضره او لا، ايش اللي بصير معاكي؟ يعني هلا انتم الاطفال، انا بتعرفي ما بعرف كيف الأطفال هلأ هالأيام بفكروا، لأنه إحنا أيامنا ما كان في سوشيال ميديا، يعني قنوات كانت واحدة. فهلأ ما بسأل الأطفال كيف طريقة تفكيرهم مختلفة تماماً. إذا بشوف إشي مو مناسب لعمري أو لسني أنا، بروح بحضر أنا اللي متعود عليه، إن البنات اللي بحضرهم بنات قدي، هم بعملوا زي ما وسيمة برضه، بعملوا تحديات ومع أخواتهم الصغار نفس الإشي. أوكي. هلا الجيل هاد سيما وانت الله يحميهم كمان عندك اولاد، النموذج او القدوه تبعهم اختلف صح؟ صح، صار زي ما حكت عمرهم قدها بالضبط، النموذج صار قدهم بالزبط. منهم وفيهم بالضبط. فاحكي لي عن هذا الموضوع. هلا عم نشوف كثير ناس مؤثرين كاطفال، يمكن شفنا منهم كمان اطفال كانوا معنا اليوم الصبح، سواء من فيديو كليبس بيعملوها، اغاني توعويه بيعملوها، وفي كثير ناس رابرز، وفي كثير ناس بقولوا لهم يوتيوبرز، وفي كثير ناس جيمرز، وفي يعني عرفتي اشياء هاي ما كانت عندنا زمان. كيف بتحاولي تسيطري؟ انا بحب لما اشوف طفل يعني القدوة تبعته حدا قده، حدا قريب عنه. ليه؟ لأنه بشوف بحس أنه بيقرب للحلم تبعه. زمان على أيامنا، بلاش نحكي أعمار صح؟ لا ما في داعي أبدا. على أيامنا كنت، يعني أنا مثلا لما كنت أشوف قدوة كنت أحكي إنه هذا إشي مستحيل أسيره. حدا مغني مشهور صعب المنال، إنه خلص صعب الوصول إلى هذا الحلم بالضبط. بس هلأ تغير النموذج، تغير إنه لازم يكون عنده 1 2 3، كل واحد عنده إشي مخيلة، يعني تفكير معين بإيش هو النموذج. وحلو يكون واحد حدا قدك، حلو يكون حدا قريب عنك، حلو يكون حدا بتقدر تشوفيه. فأنا بحس إذا النموذج ممكن يكون أي حدا بالعالم، مو شرط لازم يكون غني أو لازم يكون مشهور أو النموذج ممكن يكون أمك، ممكن يكون أبوك، ممكن يكون أخوك. فحلو إنهم يصيروا يفكروا إنه أي حدا ممكن يكون نموذج، وبدي أعمل زيه وبقدر أعمل زيه لأنه صار متاح هلأ إني أعمل زيه. سارة، إيش بدك تسألي ماما سيما؟ يلا يا سارة اليوم معانا، هيك كوني أنت المذيعة، اسأليها سؤال لماما سيما. مش تحرجيني هلأ. ماما سيما، أنت لما بتطلعي أماكن مثلاً بدك تروحي على مطعم إشي مول، بتتضايقي إنه الناس بيجوا بتصوروا معاكي أو بتتضايقي إنك معروفة؟ أنا ما بحب كتير أشوف المتابعين تبعوني، وكتير بنبسط بس أشوفهم، وهم كتير بنبسطوا إنهم يشوفوني ويشوفوا فرح وليت وزيد، ولا أكيد بحب أشوفهم. سيما سريعة 30 ثانية بس، بدي تحكي أكيد للكاميرا لكل الأطفال اللي عم بيحضروك، وأكيد من ضمنهم أولادك الله يخلي لك إياهم، بيوم الطفل العالمي شو سيما أو ماما سيما حابة إنها تقدم للأطفال؟ ماما سيما شو حابة تقدم للأطفال؟ بحب أقدم لهم تجربة حلوة بمحتواي، إنهم يتعلموا منها أي إشي ممكن أقدر أعلمكم إياه، بحب إني أعلمكم إياه.
بدنا نشكرك سيما النجار ماما سيما، وتابعوها اكيد على قناتها، في كثير امور حلوه ممكن انها تفيد فيها الاطفال وايضا الامهات والاهل بشكل عام. كل سنه ولادك بالف خير. خلينا نروح نشاهد هذا التقرير لزميلتنا دكتوره جمانة ادويكات، واكيد رح يكون عن اليوم العالمي للطفل.